قناة طموح ترحب بكم أينما كنتم. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الموقف البطولي لصاحب الشاحنة الذي تدخل لمساعدة تلاميذ الالتحاق إلى مراكز الامتحانات في الموعد المحدد قصد اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، وهذا بعد أن منعتهم السيول القوية من الذهاب. الموقف الأجمل كان بقيام الآباء بوضع بناتهم في وسط عربة الشاحنة حتى لا ينزلقون، أما الذكور فقد أحاطوهم كما هو موضح في هذا المقطع.